رئيس يعني مصر، أريد أن أعود قليلا للوراء في حرب أكتوبر. ماذا تذكرون عن الشيخ زايد رحمه الله 73؟ عبد الحليم خدام قال لنا أنه في عام 72 دفع لهم الشيخ زايد 20 مليون دولار عندما كان سعر برميل النفط 2 دولار، وأنه مول أيضا الطائرات السورية، جاب لهم الطيران السوري، وأنه كأنه كان يعرف بقرار الحرب المصري السوري هو. فماذا تذكرون عن حرب أكتوبر؟ الشيخ زايد أنا فاكر إحنا كنا كويس، أنا أول مرة أعرف إن السوريين خدوا 20 مليون هم قالوا لنا بيخبوا عليكم. لا أعتقد الشيخ زايد رئيس السادات ما كانش يطلب مبالغ معينة، وكان يخجل إنه هو يقول لهم إحنا عاوزين فلوس ولا عاوزين أي حاجة. فإحنا كان عندنا بعض مشاكل بنحتاجها، وانا كنت قائد قوات جويه مثلا طائرات الميج 21، بعض خراطيم بتدوب بسرعه من روسي دي، فعاوزه بعض حاجات بتاع الوقود اللي بيروح للمكن، من مكنه للغرف الاحتراق، حاجه بعض قطع غيار يعني موجوده في الغرب كويسه جدا وقدراتها الاحتماليه كبيره جدا. انا فاكر ان انا خدت حوالي، سمعت انه ادى القدس صلاح 10 مليون، ما اعرفش ادى حد تاني ولا لا، 10 مليون دولار ما كان برميل باثنين. 10 مليون دولار ده كان كمية كبيرة، عرفش كان دولار ولا سنين على قد ما تذكر. احنا كان نصيبنا فيها يمكن 5-6 مليون، عملنا بقى حاجات كتير جدا تجهيز للحرب، يعني كان قدامنا عقبات كناش بناخدها من روسيا في ذلك الوقت، يقول يديك حاجة مثلا عاوز 100 خرطوم بتاع وقود، يديك 5 يديك 6. اشترينا ووضبنا، جبنا حاجات جديده جدا، لذلك كان ساهم كويس قوي في حرب اكتوبر على قدر ما كان متاح في ذلك الوقت. وعلاقات مصر العربيه يعني في حرب اكتوبر، ما بعد حرب اكتوبر كيف كانت العلاقه، يعني على عوده العلاقه المصريه العربيه شو كان العلاقات بعد حرب اكتوبر؟ على طول كانت ممتازه، وكانوا يسندونا كلهم، كان السعودية، كان إمام الملك فيصل، وكان الشيخ زايد، الحقيقة ما كانش حد بيتأخر، لحد ما جينا بقى في موضوع المفاوضات. المشكلة بتاعتي تتحلل بإيه؟ بالحرب، بالمفاوضات، ثم بالقضاء في الآخر. نعم. لما السادات راح أول مرة راح وكام ديفيد، طبعا قبل كده فيه كانوا قعدوا في مينا هاوس، وعالم فلسطيني وعالم اسرائيلي، وكانت فرصه طيبه. الفلسطينيين ما رضوش يجوا، وجود العالم الفلسطيني والعالم الاسرائيلي ده اعتراف من اسرائيل بالفلسطينيين، رفضوا يجوا، قام كانوا بيسلطوهم. مش عايز اخش في الحاجات المؤلمه اللي حصلت دي، وانا عارف تفاصيلها طبعا. راحوا كام ديفيد، السادات بعد مفاوضات طويله جدا، وكل مره يقول لك انا هطبق الشنط وارجع لما ما يفهموش الظروف الموجوده في المنطقه، وصل الى ورقتين اطارين. الناس عماله تقول كام ديفيد ومعاهده، ما فيش معاهده، ده ورقتين اتنين مبادئ، تاخد ورقه المبادئ دي تتفاوض على اساسها وتطورها، ممكن تاخد اكتر منها، بس تبتدي تبني ثقة بين الطرفين. الورقة الأولى هي حل القضية الفلسطينية بجميع جوانبها. المبادئ الحل إيه؟ تنسحب القوات العسكرية من أرض الضفة والقضاء إلى نقاط خارجها، اتفق عن مفاوضات، يبقى في حكم ذاتي لعدة سنوات، وبعدها يقرروا المصير. يعني في مبادئ كويسة جدا. إحنا ورقة مبادئ برضه. ورقة المبادئ دي مبادئ مش ملزمة لأي مخلوق. زيادة الرئيس، كنتم تتحدثون عن كام ديفيد والظروف التي كانت محيطة في كام ديفيد، وأن كام ديفيد ورقتين، وأن كان علما فلسطيني وعلم ورقة إسرائيلي، لا ده كان وهو اعتراف إسرائيلي كما تفضلت. كان في 25 ديسمبر أفتكر 73 أو 74 مش متذكر بالظبط، عمل مؤتمر هنا في مينا هاوس، وعلى مين موجودين؟ رفض الفلسطيني. مين اللي زقهم على الرفض؟ كانت في اجابه اسمها اجابه الرفض. لا ومش عارف ايه وبتراع، ما تروحش انت اننا كده ايه، كل ما تيجي فرصه نضيعها. المهم
السادات راح كام ديفيد وقعدت هناك يمكن 21 يوم. وبعدين كان مره بكلمتي في التليفون قال لي انا راجع مزرجم بقى. المهم كانوا وصلوا الى ورقتين مبادئ، وكان فيهم مبادئ كويسه جدا. لو كان كل الفلسطينيين خدوا الورقه دي وتفاوضوا عليها كنا زماننا مش في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. فيها انسحاب القوات العسكريه الاسرائيليه من ارض الضفه والقطاع الى نقاط خارجها يتفق عليها في المفاوضات، وكان الخلاف مين اللي هيسيطر على الامن في الضفه والقطاع خلال الفتره الانتقاليه. هل هو قوات اردنيه مع فلسطينيه او اسرائيليه مع فلسطينيه او اي قوات عربيه يعني عشان اشتغلوا كابوليس؟ كان نقاط الخلاف في هذا الموضوع. الناس هنا لك في بره في الدول لا كام ديفيد واشتموا في السادات كام ديفيد. ايه كام ديفيد المعاهده؟ وعمال اشرح برضو الناس لازق في مخها بره ان كام ديفيد. لا الناس بتوع كام ديفيد، ايه كام ديفيد؟ ده يا جماعه ده ورقه مبادئ. بقول لك انا الراجل الناس ما عندهمش مانع يحلوا على اساس كذا. احنا خدنا الورقه بتاعتنا طورناه وبالمفاوضات وزرجنه المفاوضات كانت صعبه معاهم، الا اننا في النهايه وصلنا خدنا ارضنا بالكامل. كان ممكن يحصل لهم نفس اللي حصل. انما بقى كل واحد كان ديفيد ده معاهده قطفتم الحرب ما يعني ما نتج نعم؟ نتاج الحرب هو قطف عمليه سلميه. ما لازم تلحق يعني. انت حاربت نعم. الحق اجني بقى نعم. لكن تسيبنا لما العمليه تموت. ما كانش فيه مستوطنات خالص، كان كلام فارغ الموجود، كان كميه بسيطه جدا. يوم كان ديفيد افتكر كانوا كنت بتكلم مع رابين 18 مستوطنه. رابين كان بيقول لي كل مستوطنه 50 واحد. كانوا من نفسهم لما هيبقى في حل وياخدوا غزه كانوا كلهم هيطفشوا. هو رابين قال لي مجرد ما الفلسطينيين يقعدوا في غزه المستوطنين هيمشوا، مش هقول لهم يخلوا، هم من نفسهم مش هيقعدوا تحت الحكم الفلسطيني. المهم احنا مضينا اتفاقيه السلام واتشتمنا. يعني احنا كان طبعنا كعرب يسمع كلامك يتشتم. الله، طب ما تيجي افهم الموضوع، ما تيجي نتناقش. ايه قدرتك انك انت مثلا لما اقول لك نزيل اسرائيل هتزيلها ازاي؟ بعدها طبعا لما هي دوله سيضطر العرب للتعامل معها على الاقل كمان 500 عام في يعني هم بيتعاملوا دلوقتي بيتعاملوا والان الان الان سياده الرئيسيه كما تفضلت كام ديفيد كان في شيء مرتب وما شاء الله ورقه مبادئ ورقه مبادئ وكان ممكن الفلسطينيين الان في انحدار كنا نتحدث عن مساحات. بس كام ديفيد دي ورقه غير ملزمه لاي مخلوق، مش معاهده. لازم نكون قاعد انا وانت نعمل محضر جلسه، طب اخد كذا أخذ بسجل عشان ما ترجعش في كلامك واجي اتفاوض معاك. هي عناوين كلها يعني في الموضوع الفلسطيني تحديدا. سياده الرئيس مصر لم تقصر ابدا في هذه القضيه حتى اخرها، حتى في ناس بتقول انه الرئيس عرفات رحمه الله طلع شوي حتى محظوظ في اماماته، طلع له 3 جنازات في فرنسا وفي مصر وفي لم تقصرون ابدا في موضوع القضيه الفلسطينيه. الآن في رئيس جديد أبو مازن، شو نصائحك له؟ يعني ما هي النصيحة التي تقدمها لأبو مازن من جهة وللفلسطينيين بالفصائل الأخرى من جهة أخرى؟ الموضوع ده بقى معقد جدا ما بين فلسطين وإسرائيلين، ولابد يكون في تفكير جديد في هذا الموضوع، وإلا حنتننا نقول لا احنا بقى 50 سنة بقول لا، لما كذا فرصة ضاعت تقسيم 48 لا يعني كنا خدناه كنا 67 ننسحب تنسحب اسرائيل ويعترفوا بالدوله الاسرائيليه لا ما اخذ بالقوه يسترد بالقوه. جه بعد كده كام ديفيد ما عجبهمش، جه ما فيش حاجه لما اترفضت. طب دلوقتي احنا في مستنقع. الشعب الفلسطيني بيعاني معاناه فظيعه جدا من الحاله الاقتصاديه. ايام عرفات احنا كنا مستواك كنا بنضغط على عرفات، يا ابو عمار اتحرك واحد اجهزه الامن عشان شيل العذر اللي هم بيقولوه. وبعدين انت رئيس كده ولا كده انت يعني ما حدش هيقدر ياخد من زعامتك حاجه. المهم الموقف دلوقتي يحتاج الى تفكير جديد وتفكير مفتوح شويه. دلوقتي الضفه القطاع مليانه مستوطنات الضفه. حتى نقول لا لما الضفة